بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي وأصدقائي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الموضوع اليوم عن إزاي حضرتك تشتري عطر يناسب الأجواء الحارة وفصل الصيف. كلنا حضراتكم بنسأل، طيب إيه هي العطور اللي تناسب فصل الصيف؟ لابد أن نعلم جميعا أن عطور الصيف لا تصلح لفصل الشتاء، وعطور الشتاء لا تصلح لفصل الصيف. اللي بيميز العطور الصيفية ان حضراتكم بتكون خفيفة، تحتوي على زيوت عطرية خفيفة ومنعشة، وتركيزها بيكون اقل من تركيز العطور الشتوية. اما العطور الشتوية بيكون تركيزها بيكون عالي، وتحتوي على زيوت عطرية ثقيلة. يعني حضرتك لو استعملت العطور الشتوية أو زيوت عطرية شتوية دخلت في تركيب العطور الزيتية اللي هي الصيفية أو عطور الصيف قد تؤدي إلى الاختناق. طبعا حضراتكم نعلم جميعا أن في الصيف بيحدث تعرق والنتيجة لارتفاع درجات الحرارة، وهذا التعرق وخروج الماء من الجلد بيتفاعل مع غالبية العطور ولا يقبل أن تكون العطور ثقيلة في التركيز. وبالتالي حضرتك لابد أن أنت تكون يعني عندك معلومات كافية قبل أن تنزل لكي تشتري عطرك المناسب. أولا لأساس تشتري في عدة شروط بتراعيها أو في حاجات بتراعيها على أساس تشتري العطر يناسبك. أول حاجة لابد أن يكون هذا العطر يكون محتويا على زيوت عطرية خفيفة ومنعشة. تاني حاجة لابد ان انت زي ما اتفقنا حضرتك بتختار الزيوت العطرية اللي بتناسب فصل الصيف ولا تناسب فصل الشتاء، لان كما قلنا ان الزيوت العطرية اللي في فصل الشتاء تكون ثقيلة ولا تصلح لفصل الصيف، ولو استعملتها هتسبب الاختناق. حضرتك بنركز على نقطة مهمة جدا في فصل الصيف، اختار العطور اللي هي القائمة على الماء. معنى ايه القائمة على الماء؟ يعني هذه العطور تكون مكوناتها قائمة على مياه عطرية مع كحول الإيثايل مع زيوت عطرية. التلاتة دولت بيكون او بيكونوا عطر ذات تركيز خفيف، واحنا اتفقنا التركيز الخفيف دوت هو التركيز المطلوب في فصل الصيف. مثل ايه العطور اللي هي بتحتوي على التركيز الخفيف؟ مثل عطور اللي هي الأو دي تواليت والكولونيا. وتجنب استخدام العطور الثقيلة مثل البرفيوم والأودي برفيوم. حضراتكم معلومة مهمة لابد ان احنا نراعيها واحنا ما بنيجي عايزين ننزل نشتري العطر اللي عندي. اولا لابد تكون واخد معلومات كافية من الانترنت عن البرفيوم اللي حضرتك هتشتريه او العطر اللي حضرتك تشتريه او هيناسبك في فصل الصيف، تكون واخد فكرة عنه، وعلى اساس واخد فكرة عنه وتكون يعني ممكن تجربه قبل ما تشتريه، وخصوصا ما يكون عطر من العطور الشركات المشهورة وعطر من العطور الغالية. ولذلك يجب ان تكون ملم بمعلومات مهمة جدا، وبالعبوة اللي عندك اللي هي عبوة سواء العبوة الخارجية او عبوة العطر نفسها اللي هي العبوة الزوجية اللي داخل عبوة العطر بيكون عليها بيانات. هذه البيانات بيكون مكتوب عليها يعني مكونات العطر، فلابد ان يكون العطر يكون محتوي على مكونات اساسية، اولهم اللي هو يحتوي على زيوت عطرية حمضية مثل الليمون والبرتقال والجريب فروت. دي حاجات مهمة اللي لابد ان حضرتك تراعيها وانت بتشتري العطر. تاني حاجة يكون محتوي هذا العطر يحتوي على زيوت عطرية. هذه الزيوت العطرية بتكون بتشمل عطور يعني زهرية خفيفة مثل الزهور البيضاء، عطور زهرية تحتوي على الزهور البيضاء مثل الياسمين والفانيليا والزنبق، ويضاف إليهم رائحة زيوت العطرية المستخرجة من الورد.
ثالث حاجة من الزيوت العطرية التي تعطي رائحة نسيم البحر والماء العذب. هناك زيوت عطرية تضاف للعطور تعطي إحساس للإنسان بأنه يعني بينتعش وبيكون رائحة جذابة وحيوية، تعطي رائحة نسيم البحر ورائحة الماء المعذب، الماء العذب. لحضراتكم في عطور عندي، عطور خشبية وعشبية. العطور الخشبية مثل العطور الزيوت العطرية المستخرجة من خشب الأرز وخشب الصندل، وعندي برضو بتكون الأعشاب مثل النعناع والبابونج. احنا بنقول لحضراتكم الحاجات دي على أساس الحاجات دي أساسيات مهمة. لو حضرتك نازل تشتري العطر الصيف المخصص ليك، فلابد أن تراعي إن العطر اللي عندك يكون خفيف حتى لا يؤثر عليك ولا يؤثر على الآخرين، لأن التركيز العالي بيكون مضر وخصوصا في فصل الصيف. بننصح برضو نصيحة في الناس اللي هي حضراتكم أو الأشخاص اللي هي كثيرة التعرق. في إنسان بيكون عنده الغدد العرقية نشطة جدا وبيطلع عرق أو ماء على الجلد بصفة مستمرة وخصوصا في فصل الصيف، لا مانع إنه يحمل عينة صغيرة من العطر المفضل ليه، وإحنا اتفقنا يكون عطر مخفف. هذا العطر المخفف يعني يستعمله ويطبقه عند اللزوم، لأن حضراتكم إحنا عارفين إن مع التعرق وفصل الصيف بيأثر على العطر ويزيل رائحة العطر بسرعة فائقة، فممكن بعد فترة بسيطة بيأثر على رائحة العطر، ولذلك ينصح بحمل عينة صغيرة من العطر مع حضرتك لو حضرتك كثير التعرق، فده بيأثر على رائحة العطر. الحاجات دي مهمة بنقولها على أساس حضرتك نازل ما تدفعش فلوس يعني وتكون كتيرة وتكون حضرتك في شيء. اقرأ عن العطر جيدا في المواقع وشوف مكوناته ايه وجربه، ممكن تجربه قبل ما تشتريه او تسأل عنه قبل ما تشتريه ويكون من مصادر موثوق منها، وتقرأ البيانات الموجودة جيدا على العبوة وتطبقها بحيث ان هي تحتوي على زيوت عطرية زهرية وعطور زيوت عطرية حمضية وزيوت تعطي رائحة البحر وزيوت تعطي رائحة الأخشاب والأعشاب. والرائحة يعني الزيوت العطرية الخشبية زي رائحة الصندل والمسك، رغم ان هي يعني بتعمل قاعدة دافئة في العطر، ولكنها بتكون خفيفة في نفس الوقت وتؤثر بالحيوية والجمال والانتعاش على العطر. ده موضوعي اليوم. حضراتكم ما تنسوناش حضراتكم باللايك والدعم، واكون شاكر لحضراتكم لدعمكم لنا في القناة، لان يعني حضراتكم يعني انا بكبر بيكم، فحضراتكم يعني اكون شاكر جدا لدعمكم لي في القناة. ويعني احنا يعني بنقول الحاجة دائما التي ترضي الله سبحانه وتعالى ومن مصادر موثوق منها وعن دراسة وعن تجربة بإذن الله تعالى. ده كان موضوع النهاردة، تحياتي لكم، دمتم جميعا في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.